اهلا بحضراتكم من جديد. رجعنا لكم معانا على الهاتف الزميل الكبير العزيز الاستاذ فايز عبد الهادي، الاعلام المصري المشرف في منطقه الخليج العربي على مدى عقود يا باشمهندس. ده راجل محترم، ويعني التقينا مع بعض وانا كنت مسؤول في النادي الاهلي وكان في مستهل يعني بدايته. هو من 78 وهو هنا في قطر. ما انا بقول لك يسر الاعلام يعني العربي كله. استاذ فايز، انا كنت عضو مجلس اداره في 76 والراجل تعرفت عليه. مساء الخير يا استاذ فايز، واهلا بيك على شاشه الاهلي. انا سعيد جدا ان انا بشوفكم ولو بعد المسافه، لكن مع ذلك انا سعيد بين الملك والملك اللي مش كتابه النهارده. ربنا يخليك، انت اللي وحشنا كتير الحياه ويهمنا دايما نطمن عليك. والظروف حكمت، رغم ان احنا تمنينا ومن ضمن امانينا كنا نتمنى فوز الاهلي كي يحدث اللقاء بعد غياب. طب الحمد لله، يعني اتمنينا كمان امنيه لان واضح ان ربنا بيستجيب لك يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. تشرفنا بيكم وتشرفنا باللاعبين والنجوم، ويعني بدايه احب الحقيقه الاول ان انا يعني اشارك في بمشاعري في العزاء لشهداء الاهلي 72 اللي كانوا في بورسعيد في بورسعيد والاثنين اللي كانوا في ميدان التحرير. كما ان انا اتمنى ان شاء الله الشفاء للاستاذ العامر فاروق نائب رئيس النادي، واتمنى الشفاء لمدير النادي هنا كي ان شاء الله نتمتع باللقاء معه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ فايز، انت واحد من اللي ساهموا بقدر كبير جدا في اسراء الاعلام الرياضي العربي الحقيقه في منطقه الخليج كله، عبر عايز يعني اتذكر تقريبا من نهايه السبعينات وانت موجود هنا في الخليج العربي، مش كده؟ والله انا يمكن انا بسير بحبي للنادي الاهلي، حب النادي الاهلي الحقيقه هو اللي فجر فيا كل الابداعات وكل الطاقات. أيوة. وساعدنا على ان احب الاهلي باستمرار وافكر كل ما اتمتع به من اي مواهب. حب الاهلي هو اللي بيزيدني تالقا وتقدما. ربنا يا سيدي يزيدك. انا سعيد الحقيقه بتواجدكم في كاس العالم للانديه، لان ده كان حلم بنتطلع للوصول اليه بعد غياب 7 مواسم تحقق بعد التتويج بدوري ابطال افريقيا. هدفنا الان اضافه انجاز جديد للنادي الاهلي، ونتطلع لكتاب التاريخ الجديد من خلال المشاركه الثابته للنادي في هذه البطوله. استاذ فايز، استاذ فايز، عن الحضور الجماهيري الاهلاوي في استقبال بعثه النادي الاهلي، لكن اعتقد بان الحضور الجماهيري ده بيتكرر على مدى 45 سنه في حضور هنا من خلال تواجد كثير من الفرق النادي الاهلي، لاعيبه النادي الاهلي، نجوم النادي الاهلي. والحضور الجماهيري الحقيقه يعني احب ان انا اوضح ان هو كان رساله جديده للعالم بين مونديال قطر 2022 اللي سيقام في نهايه العام المقبل، سيكون عاملا بالجماهير من جميع الجنسيات. بطوله واحده، نادي واحد، شهد اقبالا قياسيا على تذاكر الدخول، فما بالكم بكل منتخبات. يا استاذ فايز، استاذ فايز، عايز اقول لك احنا يعني لو ربنا وفقنا وتجاوزنا المباراه الاولى سنلتقي ببايرن ميونخ. انت تذكر ان احنا جينا لعبنا مع بايرن ميونخ، حضرت المباراه دي هنا من 3 سنين او 4 سنين كده. ايوه ايوه بالظبط. ذكرياتك معاها ايه؟ الحقيقه انا كان الكل متخوف من هذه المباراه، متخوف من ان بايرن ميونخ سيحصد مجموعه من الاهداف الكثيره، ولكن الاهلي بمفاجاته الكبيره بنجومه الكبار استطاع انه يبطل مفعول هذه المفاجاه. استاذ فايز، انت واحد من نجوم مجله الصقر اللي هي كانت واحده من اهم المشروعات الاعلاميه الرياضيه يمكن في تاريخ الاعلام الرياضي العربي، واستمتعنا لسنوات طويله بابداعاتك فيها. اتذكر حوارك مع كابتن صالح اكثر من مره عليه رحمه الله، مع كابتن الخطيب اعتقد اديته غلاف الصقر اكثر من مره. كلمنا شويه عن ذكرياتك، وكمان مع المهندس عادل القيعي اعتقد كان ليك صولات وجولات معاه. الحقيقه يعني نبدا بالقريب حاليا الاستاذ عادل القيعي. ايوه. يعني سنين طويله وانا يعني بتمتع بوجودي وجلساتي معه، استفدت منه كثيرا من خلال حديقه النادي الاهلي، استطعت عن طريقه ان انا اتعرف على كثير من رموز النادي الاهلي، والحقيقه تواطدت علاقتي معهم لسنوات طويله. الاستاذ عادل اساسا
ناقد رياضي ويكتب في صحافه رياضيه، فانا اعتقد بان النادي الاهلي يعني اخذه من الصحافه الرياضيه. يعني كابتن الخطيب وحضوره في منتخب العرب، اعتقد انت شاهد كنت على الفتره دي. انا اعتقد بان يعني اتذكر كابتن صالح سليم اولا طبعا كان موجود على راس بعثه النادي الاهلي اللي شاركت في افتتاح ملعب حمد الكبير بالنادي العربي، واعتزال كابتن قطر ماجد الصايغ بحضور كابتن صالح سليم قاعد في المدرجات وحضر المباراه بالكامل، كانت عام 1985. الواقعه اللي كان بتذكرها في هذه المباراه وفي وجوده انا بكشف خلف الكابتن صالح، كان غاضبا جدا عندما تقدم العربي 3-0 في الشوط الاول، وكنت اجلس خلفه وجدت كل ملامحه كانت تغيرت بسبب خساره في شوط واحد 3-0، ولاول مره انا كابتن صالح ينزل بين الشوطين في غرفة الملابس وعينك ما تشوف إلا النور، وتمكن الأهلي بعد هذه النزولة من إحراز 3 أهداف في الشوط الثاني، وانتهت المباراة بالتعادل ب3 أهداف لكل منهم. الخطيب كان له مشاركة تاريخية الحقيقة في الدوحة عندما اختاروا المدير الفني الكابتن عبد المنعم الحاج للمشاركة ضمن المنتخب العرب لكرة القدم وفي 81. الجماهير واستطاعت الجماهير ايضا ان تاتي الى الفندق وتاتي في كل مكان به الخطيب، وتاتي الى المباراه اللي كانت ضد منتخب نجوم هولندا وكي تحيي الخطيب، فالخطيب دائما يعني الحقيقه بيحيي مثل هذه الاحتفالات مثل هذه المباريات. طبعا كله يعني يمكن وقع برضه تتذكرها، يعني الجماهير كلها قالت بيبو بيبو بيبو، وكل واحد يقول لك ايه يعني ساب اللعيبه وساب الجمهور وساب كل حاجه جمهور وركز على بيبو بيبو بيبو. ف يعني انا بتذكر يعني برضه حصلت نفس الموضوع ده، حصل في القاهره اثناء ما انا كنت موجود وبغطي الكرة والملاعب، ان كانت هناك جلسه مع مصطفى عبده ومحسن صالح، الاثنين قالوا يعني الحاجه غريبه كله بيقول بيبو بيبو، يمكن عشان كلمه بيبو سهله فاحنا كل واحد يسمع مننا اسم. محسن صالح سمى نفسه سو ومصطفى سمى نفسه صاصه. ومحدش نادى عليهم برضه. بقوا يحرسوا يحرزوا الاهداف، نفاجئ بان الكل بيقول بيبو بيبو فمفيش فايده. حب الجماهير لبيبو حب من عند ربنا صحيح وبيتضاعف مهما تقدم به السنه. صحيح. مباراة الخميس بقى وانت يعني مطلع على كل التفاصيل الفنية سواء للدحيل ومتابع اكيد الاهلي بشكل خاص جدا، شايف مباراة الخميس ازاي؟ يعني هي طبعا بتشبه مباراة الكؤوس وكل شيء بيبقى وارد في مثل هذه المباراة، مباراة واحدة، لكن لو فاز الاهلي ان شاء الله بتكون خطوة رائعة، ولو وصل نصف النهائي سيكون انجازا عظيما، ولو فاز بعدها باللقب سيكون انجازا فريدا وقياسيا. نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يعني بعد 3 فوزات بكؤوس على مستوى افريقيا وعلى مستوى مصر ووصوله الى كاس العالم، ان شاء الله نتمنى له ان يكمل المشوار. يعني الاهلي لا يشارك لمجرد المشاركه او لمجرد التكريم، ولكن يجب الان وفي النسخه السادسه من مشاركته في المونديال ان يحرز انجازا جديدا. ننتظره بفارغ الصبر. استاذ فايز نشكرك كثيرا ونتمنى لك التوفيق، واسعدتنا بهذه المداخله وقلت لنا بعض الذكريات الجميله. متشكرين جدا جدا. انا بشكرك الحقيقه استاذ عدلي، واهلا بكم في الدوحه على امل اللقاء ان شاء الله في اقرب وقت. نلتقي في القاهره باذن الله. ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله. التفوق والتالق ان شاء الله. شكرا جزيلا للاعلام المصري الكبير الاستاذ فايز عبد الهادي.